فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في مسألة إهداء الثواب للميت؟ من قال إنه يجوز إهداء ثواب أي نوع من العبادات، وبين من حددها بما ورد به النص من العبادات، الراجح في ذلك؟ الصواب، ما هو بالراجح، الصواب أن الأصل أن عمل المسلم له، إلا ما استثناه الشارع من صدقة الجارية، وإلا ما استثناه الشارع من الدعاء له أو الصدقة الجارية التي فعلها أو العبد الصالح الذي يدعو له بعد موته، يصل دعاؤه له، تصل صدقته عنه، تصدقي عن أمك لما سألته المرأة، وكذلك لما سأله سعد بن عبادة صدق عن أمه وهي ميتة. فالذي استثنى من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، استثنى ما جاء به الدليل فقط، والباقي لا يصل ثوابه إلى الميت لأنه للعام الخاصة. نعم.